شكر البحري ممثل وأستاذ تربية مسرحية مواطن من معتمدية عقرب ناشط بحركة منيش مصاب. كما تعرفوا عقرب تعرضت لبرشا مظالم وبرشا إجرام بيئي خاصة في ظهور الإشكالات والتجاوزات اللي ساهم فيها مصاب النفايات المنزلية أو المشابهة في الجنة اللي هو نورمالمون من 2008 خمس سنوات يسكر في 2013. كان عندنا المسار الاحتجاجي، الاحتجاج بالفن من أجل توعية الصغيرات والأهالي بهالتجاوزات هذه، والحركة هذه خذها مسار قضائي من مسار قضائي، وعلى أثره ثم حكم على الغلق مسمى الجنة. بعد الغلق قعدنا نجري والتنفيذ الحكم هذايا. بعد الحكم ثم أيضا اتفاقية بين الهيئة الكل ووزارة الكل والمتداخلين الكل اللي نورمالمون المسمى بيوفى في 2021. المصاب هذا اللي في وسطه ما عادش نلقاو نفايات منزليه ومشابهه، اصبح يضم كل انواع النفايات الصناعيه والطبيه والادويه وكل ما هو انواع النفايات قاعده تتصب في رؤوس الاهالي في اللي هي نورمالمون مصب بعيد اقل من معناها 500 متر على السكان، مما يسبب امراض واوبئه وبرشا اشكاليات صحيه للمواطنين. اللي خلينا من عام 2013 نتحرك ونوعي في الناس بالمخاطر هذه.